بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. طبعا اليوم نعيد الجزء النظري في الإعداد البدني، مجرد إعادة ويكون فيها أكثر تفصيل إن شاء الله، لأن الحصة اللي راحت شوية استعجلنا في الموضوع. إن شاء الله هالأسبوع بيكون أو هالحصة بيكون نمشي شوية بتأني ونشرح زيادة في الموضوع حق تستفيد أنت أكثر. طبعا أول شيء مثل ما استعرضنا المفاهيم النظرية للإعداد البدني، الإعداد البدني وعناصره. أولا تعريف الإعداد البدني، وأكيد شفتون هذا التعريف في التطبيق الشامل اللي نزل لكم، أكثر التطبيقات فيها هاي التعريف. يعرف الإعداد البدني بأنه البرنامج التطبيقي لمجموعة من التمرينات المختارة على أساس علمي وتربوي مدروس بغرض رفع كفاءة الفرد الحركية والفسيولوجية. طبعا كل هذا لضمان نجاحه في إتقان مهارات الألعاب والرياضات المختلفة، بالإضافة إلى نجاحه في القيام بأعباء حياته اليومية ومطالبها. طبعا قلنا من قبل الإعداد البدني ينقسم إلى قسمين، عام وخاص. عام يهدف إلى اكتساب الفرد الرياضي الصفات البدنية الأساسية بصورة شاملة وعامة. أما الإعداد البدني الخاص فهو متخصص في نشاط أو نوع نشاط رياضي معين اللي يتخصص فيه الفرد، مثل ما قلنا مثال أو المثال الموجود هني، لاعب كرة السلة يحتاج إلى صفات بدنية أو يحتاج أن يركز على عناصر بدنية غير اللي يركز عليها لاعب تنس الطاولة أو التنس الأرضي أو كرة القدم وما إلى ذلك. كل رياضة إليها عناصر خاصة فيها، طبعا بدون إهمال العناصر الثانية، يكون التركيز على عناصر معينة بدون إهمال العناصر الأخرى. طبعا وثانيا نجي إلى عناصر الإعداد البدني. أول عنصر هو المرونة والإطالة، ومثل ما قلنا قبل المرونة والإطالة مرتبطين ببعض. مثال على المرونة والإطالة مثل ما في الصورة، ضغط الجد على قدم واحدة وتشبيك الأخرى على أقل حائط. هذا شوية تمرين معقد في الكتابة، نقدر نقول مثل التمارين اللي كنا ناخذها في المرونة والإطالة، أشياء بسيطة ممكن من وضع الوقوف، ثني الجذع أماما أسفل، والوصول إلى أبعد نقطة أو لمس الأصابع مع الثبات 10 عدات. هاي واحد من التمارين، والتمارين الباقية شفتونها أنتم تعرفونها. العنصر الثاني بيكون القوة العضلية. ركز على القوة العضلية واعرف بين القوة العضلية الفرق بين القوة العضلية والتحمل العضلي. القوة العضلية تعرف لأنها قدرة المجموعات العضلية المختلفة على إخراج الطاقة أو أداء عمل ما ضد مقاومة خارجية أو مواجهتها، سواء كان وزن خارجي أو وزن الجسم ضد قوة الجاذبية. طبعا القوة العضلية إنك ترفع وزن ثقيل لتكرار مرة واحدة أو مرتين بس، هاي القوة العضلية. بينما التحمل العضلي لا، مرتبط بوقت أو تكرارات أكثر من 15 تكرار. هاي الفرق بين القوة العضلية والتحمل العضلي. القوة العضلية ترفع وزن ثقيل لمرة واحدة فقط أو مرتين بالكثير، بينما التحمل العضلي لفترة زمنية طويلة مثلا 30 ثانية أو 60 ثانية أو يكون تكرار 15 وفوق. بينما التحمل الدوري التنفسي هي قدرة العضلات الكبيرة على الاستمرار في عمل انقباضات متوسطة لفترات طويلة، تطلب تكيف الجهازين الدوري والتنفسي لهذا النشاط بسبب العبء الواقع عليهما. من الاسم، جهاز دوري الرئتين قصدي القلب، وجهاز التنفسي وهو الرئتين.
جهاز تنفسي بمد الدم بالأكسجين، الجهاز الدوري بضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى العضلات العاملة حتى تعمل لأطول فترة ممكنة. ومن الأمثلة عليهم الجري مسافات طويلة، أو ركوب الدراجات مسافات طويلة، ونفس الطريقة السباحة مسافات طويلة. السرعة، من اسمها سرعة، قدرة على أداء حركة متكررة من نوع واحد في أقصر زمن ممكن. طبعا السرعة تشتمل على 3 أنواع، وهي سرعة الانتقال، سرعة الحركة، سرعة رد الفعل. مثال عليها عدو مسافة 50 متر أو 100 متر بأقصى سرعة ممكنة، أو سباحة 50 متر أو 25 متر بأقصى سرعة ممكنة. القدرة العضلية، القدرة العضلية هي مزيج مركب من القوة العضلية والسرعة. مش قلنا هناك القوة العضلية رفع الوزن مرة واحدة، أعلى وزن مرة واحدة فقط. القوة العضلية هي مزيج مركب بين القوة العضلية والسرعة. شوف ليش قلنا القوة العضلية، لأن القدرة العضلية هنا بيكون فيها نفس الطريقة، أداء مثلا الوث من الثبات بيكون مرة واحدة وبطلع أقصى قوة بيكون فيها سرعة. بيكون فيها سرعة. طبعا هاي ما يكفي انه يكون عنده قوة، في عنده قوة عضلية وسرعة فقط، يعني لازم عنده مهارة لأداء هذه الحركة. يعني مثلا الوقوف، الوثب الطويل من الثبات إلى أبعد مسافة. يعني في أشياء تسويها تساعدك إنك توصل لمسافة أبعد، مثلا مرجحة اليدين، ثني الركبتين للاستفادة القصوى من عضلات الفخذ، من قوة عضلات الفخذ وما إلى ذلك، والتوازن عندك في الأخير. يعني لازم يكون في مهارة بالإضافة إلى القوة العضلية والسرعة. نجي إلى عنصر التوافق. التوافق أي حركتين أو أكثر تدمجهم مع بعض في قالب واحد. يعني مثلا ممكن أنك تحرك الرجلين مجموعتين عضليتين في نفس الوقت، الرجلين مع اليدين في نفس الوقت، هذا يسمى توافق. يعني مثلا المثال اللي هنا موجود، المشي أماما مع رمي الكرة لأعلى وإعادة استلامها. عندك في كرة السلة تنطيط الكرة، التنطيط مع الجري بالكرة أو المشي بالكرة، هاي توازن، هاي توافق. نجي إلى عنصر التوازن. التوازن هو قدرة الفرد على الاحتفاظ بوضع جسمه في الثبات وأثناء الحركة، وهذا يتطلب سيطرة على الجهازين العضلي والعصبي وقدرة بالإحساس بالمكان والمسافات. طبعا أهم أشياء اللي تساعد على توازن الجسم القدمين، حاسة النظر، النهايات العصبية والأجهزة الداخلية. مثال على التوازن مثل ما موضح في الصورة، أو في مثال آخر ممكن فقط المشي على خط مستقيم مرسوم على الأرض، هاي مثال. ومثال ثاني الوقوف على رجل واحدة لمدة 30 ثانية أو لأطول فترة ممكنة. هنا هو بيكون الميزان الأمامي، المثال اللي موجود عندكم. الدقة، الدقة مباشرة يجي في بالك التصويب، أي شيء فيه تصويب سواء كان بالمضرب أو باليد أو بالرجل بأداء أو بغير أداء يعتبر دقة. المثال اللي حاطينه هنا التصويب بكرة السلة على الهدف. المثال الثاني التصويب مثلا في كرة القدم، تصويب في كرة اليد، مثلا الضربة الأمامية في كرة التنس. أي ضربة بيكون فيها توجيه تعتبر دقة. عندنا العنصر العاشر وهو عنصر الرشاقة. الرشاقة هي القدرة على تغيير أوضاع الجسم أو اتجاهاته بسرعة ودقة وبتوقيت سليم، سواء كان بجزء واحد من الجسم أو بجميع أجزائه.
في الأرض أو في الهواء. مثال عليها الجري المتعرج أماما بين القوائم. طبعا مبادئ الإعداد البدني، تطوير العناصر طبعا لازم تعرف مبادئ الإعداد البدني. في عندنا مبادئ أساسية في الإعداد البدني، أول مبدأ هو التكيف الخاص مطالب الواقع، أو بين قوسين نحط تكيف الجسم على نوعية التمرين. طبعا أنت هاي بتلاحظ هاي التكيف متى؟ إذا بديت تمرين، خلينا نقول بديت تمرين الجري، بتحس روحك يوميا قاعد مستواك يتطور. ليش؟ لأن جسمك تكيف ويا الحمل الواقع عليه، وبالتالي بتتطور خلاص جسمك انه تعود على انه ثاني يجري، انك تجري يوميا خلينا نقول كيلو واحد، فانت لازم هني خلاص جسمك تكيف، فلازم ترفع المسافة. ترفع المسافة هني بتجي الى زيادة الحمل، بتجي الى زيادة الحمل. زيادة الحمل طبعا بيكون عن طريق زيادة الشدة او التكرار او الزمن. مثل ما قلنا زيادة الحمل هني بيكون شلون؟ اذا كنا نجري كيلو، بتكيف جسمنا ويا الكيلو، نزيد الحمل. نزيد الحمل شلون؟ نزيد المسافة او نقلل وقت جري هذه المسافة اللي هي الكيلو. نجي للتدرج، طبعا التدرج نفس الطريقة، صار تكيف، زدنا الحمل، طبعا لازم نزيد الحمل بطريقة يعني مو طريقة عشوائية، ان مثلا انا تكيفت ويا الكيلو اللي انا اجري يوميا هي 1 كيلومتر، فانا هنا لازم ازيده بتدرج، مثلا ازيد 300 متر او 200 متر، وبعدها اذا صار تكيف ازيد الحمل مرة ثانية، ولازم يكون بتدرج ازيد 200 متر غيرها او 300 متر غيرها، وهكذا الى ما اوصل للهدف اللي انا فيه. او مثلا اذا من ناحية الوقت، ان انا كنت اجري الكيلو هذا في 6 دقائق، 6 دقائق هاي مشي بيكون يعني، بس ان انا اقلل الوقت بيكون مثلا اخليه 5 دقائق ونص، وهكذا. الانتظام طبعا لازم يكون التدريب منتظم دائم، ما يكون يعني اسبوع تتمرن اسبوع ما تتمرن، على الاقل خلي التمرين ماله يكون 3 ايام في الاسبوع او ايام معينة في الاسبوع، وتكون ثابتة وما تقطع التمرين. هاي في الاساس طبعا الانتظام يساعدك انك تتطور في الاعداد، في اللي هو عناصر الاعداد البدني. طبعا المحافظة على المستوى، يعني إذا في ناس يفكرون إن اللاعب إذا وصل لأعلى مستوى منه فإنه خلاص يعني وصل لهاي المستوى ما بينزل عنه، لا، هذا التفكير طبعا خاطئ جدا. يعني المحافظة على المستوى يعني شيء مهم عشان اللاعب يستمر بنفس هذا المستوى أو يطور من روحه أكثر، وشيء صعب طبعا. المبدأ السادس مستوى القدرة، اللي هو الشدة، تكرارات، الزمن أو المسافة. طبعا هذا كله لازم يتناسب حمل الإعداد البدني مع مستوى قدرة اللاعب الفسيولوجية والمهارية. طبعا إذا بتزيد الشدة لازم تشيلها، تزيدها بطريقة معينة، أو التكرارات نفس الطريقة تزيدها بطريقة معينة ومو أي طريقة اعتباطية أو عشوائية، لازم تكون طريقة مدروسة. كذلك الزمن والمسافة. رقم 7، طبعا إلى كل أي شيء أسويه مثلا، أو أي رياضة أنا قاعد أسويها، أو أي تمرين قاعد أسويه إني بنمي عنصر معين، لازم يكون فيه في الأخير هدف، والهدف هو الدوافع. طبعا هذا عامل رئيسي لرفع مستوى الإعداد البدني، أو رفع العنصر، رفع مستوى الشخص في العنصر اللي يبي يطور في نفسه، فهذا بيحفزه انه يبذل المزيد من الجهد عشان يوصل للهدف
اللي راس منه إليه أو اللي حاط منه في باله. طبعا رقم 8 يكون الاسترخاء. الاسترخاء لازم اللاعب يعرف تمارين استرخاء، لأن هاي التمارين تساعد على التخلص من التعب والتوتر. ولو تلاحظون انتون في المدرسة عقب ما تخلص الحصة، في الختام، في الجزء الختامي في الدرس، يكون في تمرينات بسيطة للاسترخاء وتساعد على التخلص من التعب والوصول إلى الجسم إلى الحالة الطبيعية إليه قبل لا تبدل حصة. وهاي التمارين لازم انتون تاخذونها وتستفيدون منها حتى في وقت ممارسة النشاط الرياضي لوحدك، سواء كان في الجيم أو في البيت أو في النادي إذا كنت تلعب ويا نادي. طبعا التدريب الدائري، التدريب الدائري ما بطول فيه لأن أخذنا فيه مثال حي. طبعا التدريب الدائري هو عبارة عن طرق تنظيمية لطرق التدريب المختلفة، وهي التدريب المستمر، التدريب الفتري، التدريب التكراري. التدريب المستمر اللي هو يكون مثلا إنك تجري مسافة كيلو واحد 3 أيام في الأسبوع، لازم يكون مستمر. التدريب الفتري يكون لفترة زمنية، احنا هاي اللي أخذنا المثال إنه يكون لفترة زمنية معينة. وأخذنا مثال على التدريب التكراري، مثلا أداء التمرين 15 تكرار، الراحة 30 ثانية، أداء التمرين 15 تكرار، الراحة 30 ثانية، وهكذا. هاي نموذج بسيط، احنا اللي أخذنا النموذج أفضل من هاي النموذج المرسوم والمفروض أوضح منه. طبعا عندنا أماكن قياس النبض، أول مكان الشريان السباتي والشريان التحت الترقوي نفسه، هو الشريان السباتي هو التحت الترقوي. إنزين، فالشريان السباتي سواء كان جهة اليمين أو جهة اليسار، القصبة الهوائية مباشرة بيكون على يمين أو يسار القصبة الهوائية، تضغط إلى الداخل تحت عظم الترقوة بتوصل للنبض. الشريان الصدعي تقريبا أمام الأذن في أعلى الرأس، بيكون في العظم الصدغي، بتحس بالنبض. الشريان الكعبري مثل ما تلاحظون هاي اللي يستخدمونه اللي هو أكثر شيء يستخدمونه مال اللي هو في السي بي آر اللي هو انعاش القلب الرئوي، إذا بتشيكون للمصاب مثلا النبض ماله، عشان يتعرفون هل عنده نبض أو لا، أو نبض ضعيف، عشان يبدون عملية الإنعاش القلبي الرئوي. بدنا المفاهيم النظرية للتربية القوامية، خصائص القوام الجيد وأسباب حدوث التشوهات القوامية. طبعا القوام الجيد تعريفه هو الذي تكون فيه أجزاء الجسم المختلفة كالرأس والعنق والعمود الفقري والحوض والقدمين متراصة بشكل عمودي فوق بعضها، حتى يكون شكل الجسم محمولا على الإطار العظمي وبأقل جهد ممكن من العضلات والأربطة. طبعا القوام الجيد كل هذا يشمل جميع الأوضاع اللي هي الوقوف، الركود، الجلوس، المشي، التسلق، نزول السلم، وأي حركة تسويها في أعمالك اليومية. خصائص القوام الجيد، أن تكون أجزاء الجسم مركبة فوق بعضها البعض باتزان وراحة وفي وضعها الطبيعي، وتكون في خط عمودي غير متعرج. أن يكون الجهاز العظمي سليما وقويا، العضلات متناسقة في القوة والمرونة بين المجموعات العاملة والمقابلة، وهي عطينا عليها مثال أن عضلات الصدر تكون بنفس القوة والمرونة لعضلات الظهر، هذا مثال، ونفس الشيء عضلات الفخذ الأمامية والخلفية وما إلى ذلك. أن يكون الجهاز العصبي سليما، أن تقوم الأجهزة الداخلية والغدد بوظائفها دون أي عائق، القدرة على الاسترخاء عند اللزوم. طبعا في التمرين عزل المجموعات العضلية الغير عاملة في الحركة، هاي نلاحظها في كل تمرين نقوله، ارتخاء الجسم، إن الجسم يكون مرتخي عشان لا تعمل مجموعات عضلية أنت مو بحاجة إليها في هاي التمرين.
طبعا إذا عملت مجموعة عضلية أنت مو في حاجة إليها في التمرين بتتعب أكثر لأنها بتستهلك طاقة. أحسن توزيع ثقل الجسم على القدمين بالتساوي. 9 الصدر مرتفع، اللوحان مضغوطان إلى الداخل قليلا، ميل الحوض إلى الأمام بشكل طبيعي. هاي خصائص القوام الجيد، هاي وصف إلى القوام الجيد. شخص عندك قدامك واقف قوامه جيد، هذا الوصف المفروض يكون منطبق عليه. طبعا في عندنا أسباب إلى الانحرافات القوامية. أول سبب بيكون عوامل خلقية أو وراثية. من العوامل الخلقية أو الوراثية مثلا عدم اعتناء الأم الحامل بصحتها ما يؤدي إلى إصابتها بأمراض تؤثر على تكوين الجنين، مثل حصب الأمراض الألمانية وأمراض الدم وسوء التغذية. هذه العوامل الخلقية أو الوراثية، أو أن الشخص ينولد بعيب خلقي أو تشوه خلقي بحيث أنه بيكون بسبب له هاي التشوه انحراف قوامه. ثاني شيء الإصابات، طبعا ممكن أي إصابة تصيد الشخص سواء كانت عن حادث أو غير حادث بتؤدي إلى إصابته في العظام أو في الأربطة أو في العضلات، ممكن تؤدي بشكل غير مباشر إلى التشوه أو انحراف قوامي. ثلاثة الأمراض، من أمثلة هذه الأمراض التي تسبب الانحرافات القوامية اللي هي مرض الكساح أو لين العظام، تدرن العظام، انزلاق الفقرات، الشلل الدماغي، ضمور العضلات. 4 ننتقل إليه العادات القوامية، طبعا من أهم العادات العادات القوامية طبعا أنت كل يوم تسوي أشياء وأنت ما تدري هل تسويها بشكل صحيح أو لا، مثل الوقوف، الجلوس، المشي، الجري، التسلق أو الدفع أو السحب. يعني هذه العادات الحين اللي قاعد نسويها من أشهرها مسك الجهاز التليفون مثلا أو شيء مسكه بطريقة خاطئة. سوء التغذية سواء كانت بنحافة زائدة أو سمنة زائدة فإنها تؤدي باختلاف الحالتين إلى الانحرافات القوامية. المهن، بعض المهن طبعا تطلب استخدام جانب واحد من الجسم، حمل وزن بطريقة خاطئة، وطبعا هاي بنرجع في الأخير العادات الخاطئة، إن احنا ما نعرف مثلا نشيل وزن من الأرض شلون نشيله بأي طريقة. هاي نفس الطريقة بتأدي في المهن، نفس الطريقة إن مثلا ممكن يكون وظيفة الشخص إنه جالس قدام طول اليوم قدام الجهاز الكمبيوتر وجلسته تكون خاطئة فتؤدي إلى إصابة مثلا في الرقبة أو في الظهر. 7 الضعف العضلي، طبعا العضلات الضعيفة تتعب بسرعة وبالتالي يؤدي إلى ضعف الأربطة وبالتالي إلى انحراف القوام. النواحي النفسية، طبعا كثير من التشوهات البدنية تكون انعكاس لبعض المتاعب النفسية أو الاضطرابات الانفعالية في الشخص، فسقوط الرأس أماما وتحدب الظهر وارتداد الكتفين أثناء مرحلة البلوغ ترجع إلى الخجل وعدم الثقة بالنفس. 9 الأدوات الغير مناسبة، ومن أهم مثال على الأدوات الغير مناسبة الحذاء اللي تلبسه سواء كان ضيق أو واسع، الكرسي اللي تقعد عليه سواء كان غير مناسب إلك، مثلا المكاتب، السرير، وما إلى ذلك من الأدوات الغير مناسبة اللي أنت قاعد تستخدمها وهي مو مصممة حق عمرك اللي هو عمرك اللي تقدر تستخدمها فيه. 10 التعب والإجهاد، سواء كان التعب عقليا أو جسمانيا يعرقل النشاط العضلي العصبي ما يؤدي إلى حدوث الانحرافات القوامية. طبعا نجي لأنواع التشوهات القوامية والتمارين العلاجية. عندنا أول التشوهات القوامية بناخد تشوهات في الرقبة، هو العنق المائلة،
حيث يكون في ميل الرأس إلى جهة اليمين أو اليسار. طبعا هاي الانحراف هي نتيجة انحراف في الفقرات العنقية للعمود الفقري. شوف الصورة للتشوه واضحة أن العنق مائلة إلى جهة اليمين أو إلى اليسار، ولازم تكون بهاي الوضعية. الصورة الثانية الحالة الطبيعية مكتوب عليها. طبعا التشوه الثاني سقوط الرأس إلى الأمام، مثل ما مبين في الصورة هنا الجسم. طبعا الرأس الحين بيخرج عن الخط العمودي المار بالكتفين، وبالتالي بصير عنده تشوه لأن الرأس صاير قدام الخط العمودي. طبعا من أسباب هاي التشوهين اللي استعرضناهم الجلوس إلى المكتب والكتابة لمدة طويلة، عادات الخجل عند البنات والمراهقات طويلات القامة محاولتهن إخفاء ذلك بثني الرأس، بعض المهن التي تتطلب أوضاع تساعد على تشوه الظهر، خلل عضوي في إحدى العينين أو الأذنين أو قصر إحدى الرجلين عن الأخرى أو تفلطح إحدى القدمين، المشي مع توجيه النظر نحو الأسفل باستمرار. ولو تلاحظون في التمارين اللي احنا نعطيكم إياها في الأسابيع اللي راحت، أكثر شيء نركز عليه في النقاط الفنية النظر إلى الأمام دائما عند أداء أي تمرين أو عند المشي أو الجري، النظر إلى الأمام. الجلوس الطويل أمام التلفاز في وضعية خاطئة على وجه الخصوص. الجلوس الطويل أمام التلفاز ما بضرك، بس لازم تكون وضعيتك صحيحة لاتخاذ حق اللي هو مثل ما وضعيات صحيحة عشان ما تصيدك مضاعفات أو انحرافات قوامية لا سمح الله. التمرين العلاجي مثل ما مبين في الصورة هني، وقوف فتح الرجلين باتساع الكتفين، الذراعين ثبات الوسط، ثني الرأس للأمام ثم جانبا ثم خلفا ثم أماما على في شكل دائرة موازية للكتفين. طبعا ثانيا ننتقل لتشوهات الظهر. أول تشوه في تشوهات الظهر وهو تحدب الظهر، عبارة عن زيادة التقوس الطبيعي المتحدب نحو الخلف في المنطقة الظهرية مثل ما مبين في الصورة. شوف السهم وين يأشر، هذا التقوس يزيد في الحالة الطبيعية. شلون هاي التقوس شلون هني صاير؟ أسباب التشوه طبعا بعض أمراض الجهاز التنفسي التي تتسبب في ضيق القفص الصدري وتسطحه فينحني الظهر، ضعف النظر وقصره مما يجعل الشخص يميل إلى الأمام للتحقق من الأشياء، مرض الكساح ولين العظام، عادات السيئة في اتخاذ الأوضاع الخاطئة في الوقوف والجلوس والنوم على وسادة عالية أو مرتبة لينة، الحوادث والإصابات. تمرين علاجي مثل ما مبين في الصورة مرقم. رقم 1 الوقوف في وضع الاستعداد، 2 رفع الذراعين أماما عاليا مع نقل الرجل اليمنى خلفا، تقوس الظهر نحو الخلف، 3 ثني الجرع أماما أسفل وألصاق الكفين خلف الرجل الأمامية، 4 مد الجرع عاليا مع ضم الرجل الخلفية الأمامية والعودة إلى وضع الاستعداد. 2 التقعر القطني هو عبارة عن زيادة في تقوس أسفل الظهر ما يؤدي إلى سقوط البطن والحوض إلى الأمام، مثل ما نشوف الحالة الطبيعية شلون وهنا شلون، أن التقوس زايد عند الشخص فبالتالي يؤدي هذا إلى تقعر قطني. أسبابه السمنة الزائدة والكرش، الكعب العالي عند السيدات طبعا هذا يرفع الرجل إلى أعلى يميل إلى الأمام، فتعوض عن ذلك بدفع الكتفين للخلف والحوض إلى الأمام، ضعف النغمة العضلية في العضلات في عضلات البطن، عدم الإلمام بالوعي القوامي والوقفة المعتدلة، تعود الشخص النوم على الظهر أو البطن أو عادات الجلوس الخاطئة. التمرين العلاجي مثل ما ملاحظين في الصورة الوقوف في وضع الاستعداد، تشبيك اليدين خلف الرأس، رفع الرجل أماما عاليا، خفض الرجل وقدفها للخلف، العودة إلى وضع الاستعداد ويكرر بالرجل الأخرى. وانجل الإصابة رقم 3 أو التشوه رقم 3
والظهر المسطح. الظهر المسطح مثل ما لاحظين الظهر يكون مستوى واحد، سيئة تقريبا مستوى واحد، الحالة الطبيعية إنه يكون فيه تقعر في هذه المنطقة، وهنا يكون بشكل مستقيم. رقم أربعة بيكون عندنا الانحناء الجانبي. الانحناء الجانبي هو عبارة عن انحناء جانبي العمود الفقري إلى أحد الجانبين مصحوبا بلف في أجسام الفقرات ناحية تحدب القوس. هما نوعان طبعا، في انحناء بسيط وفي انحناء مركب. انحناء بسيط يكون على شكل حرف S، انحناء مركب سي أقصد، انحناء مركب بيكون على شكل حرف S، يتكون من قوسين. أسباب التشوه، بعض المهلك يتطلب تانيل الجذع لأحد الجانبين لفترات طويلة، بعض الأمراض كلين العظام وشلل الأطفال، العادات السيئة في الوقوف والجلوس. التمرين العلاجي، جلوس قفز الحواجز مثل ما موضح في الصورة، رجل مفرودة أمامًا والأخرى مثنية خلفًا، تانيل الجذع جانبًا فوق الرجل الخلفية المثنية، يكرر العكس. طبعا ثالثا الحين ننتقل الى تشوهات الساقين. اول تشوه من تشوهات الساقين هو اصطكاك الركبتين. مثل ما ملاحظين الركبتين تلصق في بعض بس الرجلين متباعدين عن بعض، لازم يكون الحالة الطبيعية هي ان الرجلين متلاصقين والركبتين متلاصقين. ينتشر هذا التشوه بين الافراد ذوي الوزن الزائد. اسباب التشوه، معظم الاطفال ينمو لديهم بعد درجات اصطكاك الركبتين مع بدء أمر المدرسة، ويحدث هذا التشوه عندما يسقط وزن الجسم خارج مركز ثقل مفصل الركبة، وذلك ما يحدث عادة مع النمو. وفي بعض الأحيان يحدث تشوه نتيجة لمرض أو أعراض لحالة مرضية مثل مرض الكساح أو نقص فيتامين د. تمرين علاجي، وضع وسادة سفنجية حذاء الجهة الداخلية للقدم لتصحيح وضع الجسم. في العادة لا ينصح بأي علاج لهذا النوع من التشوه للأطفال تحت عمر 8 سنوات، أما بعد 10 سنوات فلازم تدخل يكون جراحي في الوضعية هذه لتصحيح وضعية الساقين. 2 تقوس الساقين عكس اصطكاك الركبتين، يكون الركبتين متباعدين عن بعض. طبعا تمرين علاجي لهذا طبعا تمرين علاجي لهذا التشوه، لا يوجد علاج ما دام التشوه غير كبير، ويجب أن يقيم الطفل في 6 أشهر على الأقل، ويمكن استخدام أحذية خاصة لكي تدور القدم للخارج من 8 إلى 10 بوصات بالرغم من إلى 10 بوصات بالرغم من عدم ضمان نجاح هذه الطريقة، يبقى التدخل الجراحي الوسيلة الوحيدة. طبعا في ناس أو لاعبين حتى عندهم هذا التشوه بس إنه مو مأدنهم، يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي بهذا التشوه. طبعا التشوه هاي درجات تجي. 3 الركبة زائدة الامتداد. مثل ما نشوف الركبة زائدة الامتداد، المفروض الركبة إذا انمدت تكون بشكل عمودي، هنا بتكون تنمد زيادة. طبعا أسباب التشوه عديدة، من هذه الأسباب العيب الخلقي منذ الولادة في تركيب العظام المكونة من مفصل الركبة. 2 الإصابة المباشرة لمفصل الركبة وتضرر الأربطة والأظاريف والأوتار أو الكيس المغلف للمفصل نتيجة حادث أو عدم إحماء كافي أو مرض التهاب المفاصل أو مرض المقرص. طبعا ما في تمارين علاجية حق هذا النوع من التشوه،
بل يتعاملون معه على حسب السبب المباشر، سواء كانت إصابة فيعالجون الإصابة وهكذا. رابعا تشوهات القدمين، وهو عبارة عن هبوط في قوس القدم مصحوبا بقلب القدم إلى الخارج، بمعنى أن الجانب الداخلي للقدم يلامس الأرض بالكامل، مثل ما نشوف قوس القدم يكون هابط وبيلامس القدم كلها بتلامس الأرض. طبعا وهذا الشيء ممكن يؤدي إلى تشوهات أخرى، مثل ما قلنا أسباب التشوه سواء كان الحذاء ضيق أو الحذاء الواسع. التمارين العلاجية تكون المشي في المكان مع رفع الركبتين عاليا وثبات المشط على الأرض. طبعا هذه الصفحة اللي وصلنا فيها إلى الأخير، ومن شلون نعرف البي ام اي أو بادي ماس اندكس، مؤشر لحالة الجسم أو مؤشر لكتلة الجسم. طبعا هذا القياس ما يصلح للرياضيين، هاي للناس العاديين. مؤشر حالة الجسم البي ام اي أو مؤشر كتلة الجسم، بي ام اي يساوي الوزن قسم الطول في الطول، الوزن بالكيلوغرام والطول يكون بالمتر. نركز على المثال هنا ونشوف، طبعا طالب وزنه 70 كيلوغرام، الوزن بالكيلوغرام مثل ما قلنا، طوله 180 سنتي، هني لازم نحول 180 سنتي إلى، نحول 180 سنتي إلى متر فنقسمها على 100 يطلع 1.80. فما هو مؤشر حالة جسمه؟ طبعا النسبة، مؤشر حالة الجسم بي ام اي الوزن قسم الطول في الطول يساوي، يعطيني النسبة، الوزن بالكيلوغرام جاهز 70، الطول مثل ما قلنا نحوله الى متر نقسمه على 100، 1.80 في 1.80. اذا بتحسبها في الآلة الحاسبة 70 قسمة تفتح قوس 1.8 في 1.8 تصك القوس يساوي، بتطلع لك مباشرة، أو إنك تسويها ستيب باي ستيب، تخلص الضرب وبعدين تقسم على المجموع اللي بيطلع لك من ناتج الضرب الطول في الطول. طبعا النسبة اللي بتطلع لك تنسبها إلى الجدول، إنك أقل من 20 يعني أقل من الوزن المثالي، 20 إلى 24.9 حالة مثالية أو طبيعية، 25 إلى 29.9 زيادة وزن. من 30 إلى 40 يكون سمنة، أكثر من 40 سمنة مفرطة. وهذه طبعا أنت كطالب لازم تعرف تطلع هاي الحسبة، يعني حتى إذا تغيرت الأرقام. طبعا يعني إحنا قلنا الحين إحنا أعطيناك مثال على الوزن 70، الطول بالسنتي تحوله إلى المتر وما إلى ذلك. انت حاول انت الحين في البيت تطلع هذا، هاي البي ام اي بالنسبة لك وتنسبه للجدول. طبعا نجح الى التقييم الذاتي، عرف الاعداد البدني، مثل ما قلنا شوف طريقة الأسئلة اللي تجيني غير عن الأسئلة اللي جاتكم قبل. نيجي لك عرف الإعداد البدني، شيء موجود عندك وبارز مثل ما تقول، تقدر تختصر التعريف بطريقتك. برنامج تطبيقي لمجموعة من التمرينات المختارة على أساس علمي وتربوي مدروس بغرض رفع كفاءة الفرد الحركية والفسيولوجية. إلى هنا نقطة تقدر تاخذ هاي كتعريف. طبعا عناصر الإعداد البدني مثل ما استعرضناه في البداية، مرونة إطالة، تحمل عضلي، تحمل دور التنفسي، سرعة، قدرة عضلية، قوة عضلية، توافق، توازن، دقة ورشاقة.
من مبادئ الإعداد البدني التكيف الخاص والمطالب الواقعة. وضح ذلك توضيحا مثل ما شرحت لكم، انك مثلا انت بديت تجري كيلو، بتحس بتعب في البداية، شوي شوي بتتغلب على هاي التعب، فجسمك بيتكيف على هذا التمرين اللي انت قاعد تسويه، سواء كان جري او سباحة وما الى ذلك. وبعدين لازم انت عقب تنتقل للمبدأ الثاني، زيادة الحمل، والى ما الى الاخير ما مثل ما قلنا. السؤال رقم 3، اذكر اماكن قياس النبض، شريان السباتي او شريان تحت الترقوي. هاي نفسه هو الشريان السباتي، وبيكون من الطرفين اليمين واليسار، الشريان الصدغي، الشريان الكعبري. طبعا هاي الصورة تشير الى تشوه من التشوهات. ما هو هذا التشوه؟ تقوس الساقين. انتهى الدرس، وان شاء الله نلتقي وياكم الفصل القادم في المدارس إن شاء الله، بإذن الله. مع السلامة.